تحتضن مدينة الدخلة أعمال الملتقى العلمي الأول للبحث والتكوين في بيداغوجية الثقافة الحسنية المنظم على مدى 3 أيام من قبل فريق البحث والتكوين في تراث وثقافة الصحراء المعتمد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخل وادي الذهب. يأتي هذا اللقاء البحثي العلمي الأول في مجال البيداغوجي المتعلق بثقافة الثقافة الحسانية في إطار تكريس مفهوم الالتقائية من خلال دعوة كل الفاعلين المتدخلين في مجال الثقافة الحسانية للتفكير بصوت جماعي بصوت مرتفع يعني بخصوص كيفية تنزيلها في الجانب التعليمي التربوي. ننظم في هذه الأيام الملتقى العلمي الأول للبحث والتكوين في بيداغوجيا الثقافة الحسانية، بطبيعة الحال انطلاقا من مجموعة من المرجعيات المؤطرة التي تدعو إلى الاهتمام وصون الثقافة الحسانية وتثمينها. بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين ستتواصل أعمال النسخة الأولى من هذا الملتقى بتنظيم سلسلة من الجلسات والمداخلات العلمية وورشات تكوينية حول مواضيع متنوعة. هذا الملتقى العلمي في الواقع يؤسس لتوجه جديد لإدماج هذه الثقافة الحسانية ضمن المناهج الدراسية. التظاهرة العلمية تندرج في إطار المبادرات الأكاديمية الرامية إلى إبراز التراث الثقافي الحساني بكافة أنواعه وتسليط الضوء على مداخل إدماجه في المنظومة التربوية الجهوية ودعم الجهود الهادفة إلى صيانة الهوية الثقافية الحسانية والحفاظ عليها.